ازاي اطلع البيانات من الداتابيز اللي موجودة عندي في قواعد البيانات الجغرافية من على اي برنامج، مش شرط برنامج الارك جي اس. تمام، يبقى احنا عاوزين نجيب مساحة المباني السكنية وزيها مساحة المباني غير السكنية. مستويات الكثافة، مستويات الكثافة دي مهمة جدا في شغل المخطط أو الجغرافي أو الراجل اللي بيعمل تحليلات. يعني إيه مستويات الكثافة؟ يعني أنا لازم في الحالة دي أجيب مساحة المنطقة المدروسة ومساحة مثلا المباني السكنية اللي موجودة على المنطقة دي، فبقسم مساحة المباني السكنية على مساحة المنطقة المدروسة عشان أطلع الكثافة، والكثافة هنا بتكون كثافة مساحية. في كثافة أخرى اللي هي عدد المباني السكنية أو الغير سكنية على المساحة المدروسة، وبرضو بتطلع كثافة، وهنا بيكون الكثافة عددية. يعني إيه الكثافة عددية؟ يعني أنا ممكن أقول له والله إحنا عندنا مثلا 50 بيت على مساحة مثلا 1 فدان، ده لو عددي. لو مساحي هقول له والله احنا عندنا مثلا 1000 متر مربع مبنى سكني على مساحة الفدان، زي الجدول دوت ما بيظهر لنا هنا. اولا الجدول دوت بيظهر لنا الحاجة اللي احنا لسه عاملينها، اللي احنا ازاي نطلع مثلا في الشيخ الطسون، المنطقة دي فروض الفرج شيخ الطسون فيها عدد مباني سكنية 1842 مبنى سكني. طبعا دي النسبة الإجمالية من منطقة الدراسة كلها. المساحة بالمتر المربع للمباني السكنية الرقم الظريف دوت 233,336 متر مربع. مساحته بالفدان، حولنا احنا المساحة بالمتر المربع للفدان عشان الرقم يبقى صغير، جاب لنا 56 فدان، والنسبة، وجبنا متوسط المساحة للمنطقة كلها. يعني احنا من شوية كنا لسه جايبين متوسط، جايبين مساحة المبنى اللي احنا عملنا عليه ايدنتيفاي، لا دي بقى المنطقة كلها متوسط مساحة المبنى او المباني السكنية فيها عاملة 127 متر، يعني تقريبا اللي هي المتوسط العادي بتاع الشقق السكنية اللي احنا كلنا بنبقى قاعدين فيها من 100 ل 120 متر. وفي طبعا اماكن بيبقى الشقق السكنية اقل من كده، بس ده يعني المتوسط العام. زي ما قلت لحضراتكم في الجدول دوت بنبين المساحة الكلية لمنطقة الدراسة في طوسون. المساحة الكلية لمنطقة الدراسة في طوسون عاملة 102 فدان، والمساحة المبنية، اللي فيها مباني سواء مباني سكنية أو غير سكنية عاملة الرقم دوت 264,754. جبنا الكثافة، هنا مبنى لكل فدان. يعني احنا لو قسمنا الرقم دوت 1932 على 102 هيطلع لي 19 مبنى لكل فدان. يعني انا الفدان طبعا معروف 4200 متر، هلاقي ان في كل 4200 متر في 19 مبنى. وهنا الكثافة بس كثافة مساحية بقى اللي هو متر مربع لكل فدان، يبقى عندي في المنطقة الطسم 2603 متر مربع لكل فدان. يعني تقريبا كده نص فدان لكل فدان، نص فدان مبني لكل فدان مساحة كلية. وطبعا لازم كراجل بقى بيشتغل جاي اس او استشارة عن بعد، الخرائط بتاعتي لازم تبقى توضح لنا الشغل بقى اللي انا عملته.